تعال نطلع على فلسطين بقى. كل ما سبق كان الكلام الجميل، الكلام الحلو بجد، يعني ده واقعنا اللي احنا بنعيشه في الداخل، في كل هذه المنجزات، كل هذه المشروعات، واللي دايما ليها انعكاسات، وبالمناسبة هي ليها انعكاس سريع دائما ومباشر على توفير فرص العمل وبالتالي التقليل من معدلات البطالة، وده واضح ولا أحد يستطيع إنكاره. الكلام اللي جاي هو الكلام الصعب، الكارثة الإنسانية اللي في فلسطين. هل هتحصل كارثة إنسانية؟ لا، هو في كارثة إنسانية وهي مأساة، مجاعة. خلاص احنا مقبلين في فلسطين على مجاعة بسبب إغلاق الجيش الاحتلال الصهيوني للمعابر ومحاولاته الدائمة لتوسيع العملية العسكرية. الاتحاد الأوروبي يحذر، متى يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء قرارا؟ متى؟ يعني هل يقدر الاتحاد الأوروبي ياخد قرار أو إجراء؟ هو أكيد يقدر. أبسط الإجراءات هي وقف التبادل التجاري ما بين الاتحاد وما بين دولة الاحتلال مثلا. يعني مثلا هل المنظر ده، هل المشهد ده، طبعا ده بالإضافة للمشهد اللي أنا كنت بقول لك عليه امبارح، حالة النزوح منتهى التراجيديا التي لن تجدها في أي دراما ولا في أي مسرحية ولا في أي فيلم بالمناسبة، يستطيع أن يقدم لك مشهدا بهذه الواقعية وهذا الصدق. مئات الآلاف وهم ينزحون مشاة مشيا، محملين فعلا بكل ما يمتلكونه من حطام الدنيا وحطام ما يمتلكونه. ما يمتلك الشعب الفلسطيني هو الحطام، لكنه أيضا يمتلك الأمل، الأمل في ربنا سبحانه وتعالى، والأمل في أن مصر مخلصة نزيهة قادرة في يوم من الأيام على أنها توصلوا لبر الأمان، ألا وهو مش بس وقف كامل لإطلاق النيران، وإنما أيضا لحل الدولتين بعاصمتها القدس الشرقية لفلسطين. الاتحاد الأوروبي لو عاوز يوقف تصدير السلاح، الاتحاد مش دولة ولا اتنين، يوقف تصدير السلاح لإسرائيل ياخد القرار. الاتحاد الأوروبي لو عاوز يوقف التبادل التجاري ياخد القرار، حتى لو هيوقف التبادل التجاري على مراحل، وقف التصدير ليهم، وقف الاستيراد منهم مراحل، اختار أنواع السلع والمنتجات التي تريد إيقافها كيفما شئت، ابدأ الأول بس بالسلاح. لا يجب أن يساهم الاتحاد الأوروبي بسلاحه أبدا في هذه الإبادة. معايا على التليفون من بروكسل دكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل بي آي سي الدولي للبحوث وخبير الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير أستاذ يوسف، تحياتي لك وللشعب المصري. تحياتنا ليك يا دكتور. يمكن الاتحاد بيحذر، ولكني أتساءل كإنسان، أتساءل كمواطن عربي، أتساءل كصحفي أيضا، متى يتحرك الاتحاد بقرارات؟ عمليا الاتحاد الأوروبي الموقف لديه واضح ومتجانس تقريبا بعد الأسابيع الأولى من الحرب التي كان فيها موقفه داعما ومساندا للرواية الإسرائيلية. بعد تكشف الحقائق واتضاح بشاعة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب جرائم حرب مركبة في قطاع غزة، بدأت الدول الأوروبية وخاصة مؤسسة الاتحاد الأوروبي بالتصريح بدعوة نتنياهو لوقف هذه الحرب، إلى أن حددت في شهر يناير الماضي على لسان جوزيف بوريل بوقف كثير من العمليات التبادل العلمي بينها وبين إسرائيل. وصلت إلى أن بعض الدول وضعت قائمة لأسماء المستوطنين كتهديد لإسرائيل على القوائم الأوروبية السوداء، ومن ثم التهديد بوقف التبادل العلمي بين الجامعات الأوروبية التي تخضع لنظام إيرازموس الممول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الموقف الصلب لجوزيف بوريل الذي دعا عديد من الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية لمعاقبة نتنياهو ومعاقبة إسرائيل. الاتحاد الأوروبي وضع تهديدات كثيرة لدولة الاحتلال ونتنياهو فيما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات وعدم
الإقدام على اجتياح رفح. شهدنا من خلال جمهورية مصر العربية مؤتمر احتضنته القاهرة للسلام، شاركت فيه أكثر من 13 دولة أوروبية والاتحاد الأوروبي. شهدنا عشرات المسؤولين الأوروبيين منهم رؤساء وزراء زاروا معبر رفح والعريش للإطلاع على الحالة الإنسانية، ودائما كان لديهم مواقف صلبة. شهدنا كيف أن بلجيكا وإيرلندا وأسبانيا وحتى النرويج بدأت تفكر جديا وأعلنت أنها لديها نية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. شهدنا كيف أن دول الاتحاد الأوروبي شاركت إيجابيا في التصويت الأخير في الجمعية العامة كعقاب لإسرائيل. اليوم الشارع الأوروبي والاتحاد الأوروبي ونحن على أبواب انتخابات أوروبية عامة، أستاذ يوسف أؤكد لك أن الموقف الأوروبي الرسمي بدأ ينحاز إلى القضية الفلسطينية تحت ضغط الشارع الأوروبي، تحت ضغط الجامعات والساحات الأوروبية. عدالة القضية الفلسطينية وبشاعة جرائم دولة الاحتلال وتجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمر فيما يتعلق بالحالة الإنسانية جعل الموقف الأوروبي أقرب للجاهزية لمعاقبة إسرائيل. ولكن للأسف ما نواجهه هناك صلف إسرائيلي كبير، نتنياهو يتلاعب بالمواقف، يتحدى حتى أحيانا السياسة الأمريكية الحليف الأكبر لإسرائيل، يضرب بعرض الحائط نظرا لمصالح حزبية، مصالح سياسية داخل إسرائيل، ولكنه أيديولوجيا هو مجرم حرب، ينفذ سياسة، يتحايل على المجتمع الدولي، يهاجم تارة الأمين العام للأمم المتحدة، وتارة يتهم جوزيف بوريل بالانحياز وهو مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. وشهدنا كيف أنه تملص حتى من المبادرة المصرية التي كان في الأساس موافق عليها لوقف إطلاق النار، وعندما وافقت عليها حماس تنصل من هذه المبادرة. الأمور تتطور للأسوأ بسبب عدم احترام نتنياهو لا للحلفاء ولا للمؤسسات الدولية ولا للجيران ولا حتى للقوى العظمى التي طلبت منه عدم اجتياح رفح. أشكرك جدا دكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث BIC وخبير الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط.